يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في الكتاب في قرآنه الكريم أن ما يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه ليس هذا فحسب، بل فيه شفاء للناس. نص صريح الدلالة، صحيح الورود في القرآن الكريم، تعبد به الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله يخبرنا بأن ما يخرج من بطون النحل فيه شفاء للناس. لكن ما بالنا نشرب العسل ولا نرى الشفاء؟ بالتأكيد هناك أمور تحتاج إلى توضيح وتمحيص. لذلك وامتثالا لقول الله تعالى اسأل به خبيرا، اسألوا أهل الذكر، وجب علينا أن نأتي بالمتخصصين في مجال منتجات النحل ومشتقاته. وكان لشركة بيهابي للعسل ومنتجات النحل باع طويل وصولات وجولات وسمعة طيبة، فوجب علينا أن نأتي بأصحاب هذه الشركة كي يحدثونا عن جودة العسل ويعرفونا كيف نعرف الغث من الثمين. فنرحب معا بضيوف وأصحاب شركة بيهابي للعسل ومنتجاته. نورت المكان وأسعدت الزمان أستاذ محمد فيصل والكابتن إبراهيم، نورت الدنيا كلها. أهلا بك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أهلا ومرحب بيك وبرحب طبعا بحضرتك، وكان نفسي من زمان أن أنا أطلع مع حضرتك في لقاء. الشرف لينا. الله يعزك، الشرف كله لينا طبعا، للسمعة الطيبة والبلاغة والطلة الطيبة، والحمد لله ربنا مكننا من هذا ولله الفضل والمنة. وبرحب بكل العاملين بقناة الصحة والجمال، قناة طيبة ذات السمعة الطيبة دائما إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. أهلاً. الناس يتطلعون لكي يعرفون كيف وصلت شركة بيهابي لهذا المستوى العالي من الجودة والسمعة الطيبة. فضل من الله ومنا، لله الفضل والمنة الحمد لله. الموضوع بدأ في البداية خالص سبحان الله، يعني كان الأول في 2009. 2009 قابلت شخص طيب جدا وغالي جدا على قلبي، وهو أستاذنا أستاذ دكتور أحمد حجازي، وهو أستاذ دكتور في مركز البحوث المصري، وللي الأبحاث اللي ملأت الدنيا في مجال العسل والنحل ومنتجات النحل، وتعلمنا منه الكثير يعني. فبدأ الموضوع، كان تعرفنا في الهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة، وطبعا من الإعجاز النحل ومجال النحل ومنتجاته ومنها العسل وغيره. فالحمد لله رب العالمين، بدأنا نتكلم وهو متباسط في الحديث، يعني ما إنه على قدر كبير من العلم ولا أزكيه على الله. فبيقول لي بتلعب ايه، بتلعب رياضه ايه؟ قلت له والله انا كنت بلعب رفع اثقال وبطل جمهوريه رفع اثقال، ولعبت بادي بيلدينج، وبعد كده دلوقتي بلعب بوكس، وموضوع البوكس بالنسبه لي كويس. طب انت جربت العسل ومنتجات النحل بالنسبه لموضوع البوكس وكده، يديك طاقه والبروتين والعناصر انت محتاجها؟ فقلت له والله انا ما اعرفش غير العسل، يعني حتى ما اعرفش ايه منتجات النحل او غيره يعني. فبدا يعلمني يعني جزاه الله عنا كل خير، وبدأت أتابع باستفاضة يعني كل ما يهل علينا بالخير كل سنة في مؤتمرات الهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة، الأبحاث الجديدة والمؤتمرات الجديدة، وبدأت فعلا لنفسي أنا أجرب فعلا العسل، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، البروبوليس اللي هو صمغ النحل أو العكبر، كل حاجة، سم النحل وتأثيره وشمع العسل. وبدأت أتعلم كل حاجة من ديت إيه فوائدها، وما زلنا نتعلم. جرب، بتعلم وتجرب. أتعلم وأجرب. شوف أنت ككابتن ولاعب رياضي. الإفكت التأثير عليا بقى عامل إزاي؟ يعني التأثير عليا كان، أنا كنت أرى إن هو جيد جدا بل ممتاز بل خارق، تمام؟ وما زال لحد الآن بعض إخواتنا وحبتنا عملاء بيهابي اللي بياخدوا مننا الخلطات ديت سواء للرياضيين أو غيره، بيبقوا مذهولين جدا يعني من الموضوع. يعني هي بديله ايه؟ بديل للبري ورك اوت، هنقوله بقى نوضحهم بطريقه بسيطه اكتر.
والجميع اعلم مني، هي بديله للبروتين اللي بيشتروه باسمان باهظه بكل انواع البروتين، بديله للبي سي دبل لمواد الاستشفاء عموما، بديله للبري ورك اوت وافتر ورك اوت للنشاط وللحيويه، لنشاطك في التمرين. يعني لو انت محتاج حاجه او بتاخد منتج عشان يخليك في التمرين نشط اكثر، لا العسل ومنتجات النحل هتديك. يعني هو منشط طبيعي، منشط طبيعي ويمدك بالعناصر بالفيتامين مكان المالتي فيتامين. يعني حضرتك لما تاخد مثلا خلطه عليها عسل ومنتجات نحل بقدر معين وبعلم، حضرتك بتستغنى عن البروتين اللي سواء سريع الامتصاص او بطيء الامتصاص، بتستغنى عن البري ورك اوت او اي حاجه تنشطك اثناء التمرين، بتستغنى عن المالتي فيتامين، بتستغنى عن الكرياتين، بتستغنى عن حاجات كتير فعليا، او مواد الاستشفاء او العقارات اللي تؤخذ للاستشفاء العضلي السريع واللي تمد بالطاقه. لكن ما بتدخلكش في دايره المساءله عن منشطات هي منشطات طبيعيه ليس لها تاثير؟ لا هي هذا خلق الله. بتاخد عسل بيور، مثلا حبوب لقاح بيور، حبوب لقاح، غذاء ملكات بلدي، غذاء ملكات من الخليه بتاعت النحل. في اي مساءله انت بتاخد حاجه من الطبيعه، وانا لما اشرب البان اكل تمور او غيره، ما هي المساءله؟ طيب دوت يخليني اسالك سؤال. ذهب احد الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له الم بطن اخيه، نعم، ثم بعد ان شرب مره واثنان ذهب اليه وقال ما زال الالم موجود، فقال صلى الله عليه وسلم الكلمه الفاصله صدق الله وكذا بطن أخيه. عايزين نعرف دلوقتي إيه هي، إزاي أعرف إن العسل دوت مش مغشوش؟ تمام، ده بقى يعني ما شاء الله تبارك الله على سؤالك، ده بيخلينا نرجع ورا شوية قبل ما نجاوب عشان يبقى الإجابة صريحة يعني أو صحيحة. لما الواحد جرب وبدأ يلاقي فعلا نتائج محترمة وبدأ يتعلم ويجد ان فعلا ما يجده او ما يشعر به هو فعلا ما يقرأ في الابحاث وغيره. ومن افضل الاشياء على فكرة انك تاخد مجالك كدراسة او كعلم او كبحث، طبعا ما تاخدهوش كممارسة يعني او مجرد ممارسة، ما تبقاش هاوي، تبقى متخصص فيه. ايوه في كل حاجة على فكرة، في كل حاجة. واخدنا دورات وكورسات وبعثات للنمسا وغيره، بس لمجرد المجال الرياضي ادرسه، وادرس حته التغذيه الرياضيين، وادرس واحنا مش متخصصين بس الرياضيين بس هي الشاهد ان كان بدايته كده. احنا لعلنا الرياضه كلنا، ما فيش حد قال لنا على العسل ده خالص، طول عمرنا نقول لك منشطات، مقويات، مكملات، لكن خلينا نخبطه في حاجات. هي الفكره ان هو لو حضرتك حد قال لك عسل هتروح تشتريه من اي حته، من اي حته، دي المشكله. طبعا طرق غش العسل كتير. ايوه جدا. ايوه بالظبط، ايوه، وطرق كتير غش. فده اللي خلانا بعد كده فحبيت يعني ليربط جعش قلبي. فكان اخويا وحبيبي كابتن السيد ابراهيم الاسكندراني، فرحت له قلت له كابتن، بعد البطل الكبير اللي مشرفنا كلنا في باور ليفتنج، القوه البدنيه، ما شاء الله، لله الفضل يعني، فمن الناس ما شاء الله لحققت ارقام عالميه فعليا. فكان لازم حد زي ده اقول له كابتن ايه رايك لو استخدمنا العسل وكذا وكذا وكذا، والله فهو افلح ان صدق، يا ريت جرب. فبدا يستخدم وبدا يمشي بطريقه والله جميله وجابت نتائج كويسه، وله لاعبين وتلاميذه ومريدين يعني في اللعبه، فبداوا الذين يثقوا فيه. فبدا كمان يديهم المنتجات ديت، وبدا يلاقي تاثير للعيبه بتاعته وغيره وغيره وغيره. بس ده له سر. سر ان العسل اصلي. ايوه، لان لو العسل مضروب مش هيجيب نتائج. بالظبط، صدقت. هي الشاهد بقى ان بدات رحله البحث انا واخي السيد للبحث عن العسل الاصلي اللي مش مضروب، اللي ما فيهوش مشاكل، اللي احنا هنتكلم بعد كده بقى ايه اللي هو ازاي يكون اصلي وغيره وغيره وغيره. من هنا كانت بدايه الشركه الذهبي. هي سعي اخان متحبان في الله، في فكره ربنا من عليهم بيها، احنا بنبحث عن العسل الجيد ومنتجات النحل الجيده الاصليه تتوفر، بحيث بدا الكل يطالب بقى. انا عايز، ما هو اللاعبين مثلا الملاكمه تيجي يطالبهم، اللاعبين اللي خاصين بكابتن سيد يطالبهم، الفكره تنتشر، فلازم يبقى في كميه عسل من ديت. ثم ما بيستخدمش كيلو في سنه، ده بيستخدم كميه، والعسل مواسم، يعني المفروض ان انا في كل موسم نبقى موفر في الشهر بتاعه، في الوقت بتاعه، الكميه تكفيني طول السنه اللي هي يعني متزايده. يعني كابتن سيد شاهد على ان العسل فعلا بديل
عن كل المكملات؟ لا مقارنة. هو يقول بنفسه إن شاء الله يعني إن شاء الله بديل وبيجيب نتائج عن تجربة. طبعا طبعا لله الفضل. فالشاهد بدأنا بقى نبحث أنا وكابتن سيد ونقبل العينات ونتصل بالمناحل ونتصل بالتجار ونتصل بمصادر العسل، الجماعة بعتوا عينات للتحليل تخضع للتحليل عشان نعرف. وبدأنا أغلب العينات 95% من العينات مرفوضة ولا تصلح لنا في هذا الاستخدام، احنا مش واخدينه لمجرد الاستهلاك، احنا عايزين نعمل بيه خلطه علاجيه لها تاثير. انا مش هفطر بيه بالظبط، ولا هفطر بيه اكتر ما اجيب دلوقتي بقى في بيه هابي عسل تفطر بيه بسعر العسل اللي بتفطر بيه وعسل اصلي، ليه لا؟ بس تمام. دلوقتي فاللي احنا بنتكلم فيه ده كان 2009، كان الموضوع صعب جدا لحد ما بقى بتواجه مشكلة ان انت عشان تجيب عسل في كل موسم يكفيك السنة ده شيء مستحيل. بقيت مثلا بتوفر مثلا من الصنف الواحد 150-200 كيلو طول العام، ده ممكن واحد بس يستهلكهم او اتنين او اسرة. طيب احنا لازم نوفر ده، كان لازم يبقى فيه استراتيجية ان انا اشجع النحال واشجع منتج العسل ان هو لو في عسل عنده اصلي مظبوط ما تمش تلاعب بيه، وهنبقى مبين بعدين ايه اللي بيحصل، ان هو يبيعه او ينتج عسل بهذه الكواليتي بهذه الصفات. فبدانا نتواصل معاهم، فهو النحال كانت مشكلته مشكله كبيره، بيقول لك انا لو ما غسلتش بطريقه معينه او ما اشتغلتش بطريقه معينه لن تؤتي ثمارها زي ما انا عايز. وانا لازم المشاهد يعرف ان من طرق غش العسل مش شرط ان هجيب حاجات واحطها عليه، لا ده انا بغشه عن طريق النحل نفسه. ايوه بغذيه قبل الاطفه مباشره. ايوه ودي احدى طرق غش النحل او غش عسل النحل. تمام، فانت شجعته انه ما يعملش كده وهتاخد منه باسعار معقوله. والموضوع تطور معاهم جدا، بس انا مش عايز ابين بتفاصيل عشان برضو احنا بننشر خير، اخاف ان حد يكون ذو نفس ضعيفه يبحث وراء اللي انا هقوله، فانا عايز ابقى حريص وانا بطلع. مش ربنا علمنا ويزيدنا علما ويعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. الشاهد ان مش عايز ادي معلومه كامله لحد ممكن يكون عايز يغش، انا بدي تفصيله. لا يعني اصحاب النحل يعني عارفين كل حاجه والله، بس هي الضمير. انا بتحرى الضمير، انا بتحرى على قد ما اقدر يعني، ان اريد الا الاصلاح ما استطاع. فالشاهد ان في اللي بيحط انزيمات، في اللي بيحط كذا حتى عشان يغش التحليل ذاته. يا الله. يعني التحليل نفسه في طرق تحليل اتضربت. يعني انت ممكن تروح تحلل اصلا تلاقي العينه بطريقه معينه مظبوطه وهي مش مظبوطه، واحنا بنعرفهم بالخبره بحاجات معينه تانية مش من العسل ذاته، من التحليل في تناقضات بتحصل معانا. ما احنا دلوقتي فيه دلوقتي يقول لك حط عود كبريت، حط مش عارف ايه الحاجات دي، خزعبلات. خزعبلات. كان لنا لقاء سابق وكنا اتكلمنا عن خزعبلات، كنت مسمي اللقاء ده خدعوك فقالوا خزعبلات في سوق العسل المصري. فاتكلمنا العسل ما يتعرفش غير بالتحليل، اقوى العلماء واقوى الناس في علم مثلا الابيثيرابي، علم الابيثيرابي يا جماعه هو علم تداوي منتجات النحل. العسل ما يتعرفش غير بالتحليل، التحليل فقط. التحليل فين؟ التحليل في معامل التغذيه بتاعه وزاره الصحه، الحكومه بتاعه التموين، في مركز البحوث، في اماكن كتير ما حدش ليه حجه. قلت لي قبل كده انك ما عندكش خليات نحل ولا نحله، وقلت لي دي ميزه قويه جدا. أيوة. انك مش مضطر انك تبيع حاجه، ولما مش قدامك اي حاجه فهبيعها، لا بالزبط. انت بتشتري وبتنتقي العسل بالزبط. بالجوده العاليه جدا. أيوة. عشان سمعه الشركه تفضل زي ما هي، لان واخد عهد كل سنه ان انا هاجي يعني ما اخدش حاجه زي السنه اللي قبليها. يعني دايما لما تجرب مني اي صنف السنه دي افضل من السنه اللي فاتت تحليل وكواليتي. يعني دايما اخذنا عهد على انفسنا انا واخي السيد ان احنا يبقى دايما الافضل، يعني دايما نكون احنا لما نقول افضل عسل في مصر احنا بنسعى له مش بندعيها. فانا لو عرفت عند حد 1 كيلو عسل بس زي اللي عندي او افضل بشتري باي ثمن. بتشتري باي ثمن؟ باي ثمن، مش يعني حبا بفخر او حبا للاستحواذ، لا حبا للتميز، وده مش شيء غلط حبا للتميز. انا عشان لما اطلع واقول انا عندي افضل عسل في مصر، لما يجي حد تاني يقول لي لا ما تقولش افضل عسل، لا اقول لك افضل عسل وحلل العينه عندك وهحللها من عندي، ولو العسل عندك زي اللي عندي اشتري منك باي ثمن.
طب دلوقتي واحنا بنعيش في اجواء يعني الحمد لله ربنا عافى مصر وحفظها الحمد لله في اجواء كورونا و يعني وجدنا في العسل يعني ضاله الرياضي فكورونا هي ضاله الكل هي ضاله الكل هي اسقيه عسلا اسقيه عسلا حضرتك استشهدت بخير وبكلام خير الانام وسيد البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا يعني في عرف علماء اصول الفقه أيوه. ان النص لما بيجي صريح وصحيح في الكتاب والسنه ان ربنا سبحانه يقول لك شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ربنا اللي بيقول مش أيوه. الاستاذ محمد فيصل ولا الكابتن سيد ولا وليد الشيخ عز لا ده ربنا اللي بيقول ولله المثل الاعلى عز من قال والرسول صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا الكلام نعم كذبت بطن اخيك وصدق الله صدق الله وكذبت بطن اخيك وخد بالك بحضرتك الهمتني شيء دلوقتي اذكره ان ده دايما الحديث ده اللي بنعيشه كل يوم يعني يجي حد يقول لك انا خطر خلطه والعلاجيه ديت وما فيش نتيجه تاني ما فيش نتيجه اقول له كمل ما فيش نتيجه كمل ظهرت النتائج سبحان الله الصبر الصبر على الصبر لان وفي حد ياخد نفس الخلطه وطبعا ما ينفعش حد يطلع يعملها زي مع احترام لكل العطارين فيهم من يعلم بلغتنا يعني شباب بلغه العطاره حط كذا على كذا لا يعني مثلا افتراضا بدنا تكلمنا في المجال الرياضي مع ان لا ينحصر على المجال الرياضي كابتن سيد مثلا وانا ممكن خلطته الرياضيين تبقى غير خلطتي خالص ده تابع لحاجات كتير السن السيفي المرضي بتاعه تقبله الايه هو محتاج في تمرينه ايه يعني مثلا لو واحد مثلا بيلعب ملاكمه محتاج بري ورك اوت محتاج حاجه تبقى منشطاته طول الوقت حد زي كابتن سيد مثلا محتاج في الباور ليفتنج محتاج حاجه غنيه ببروتينات اكتر بروتين يمد جسمه بروتين كتير او يرفع الكرياتين كل حد ليه حاجه هي الموضوع مش موضوع دي خلطه دي من بحل الكل لا ما ينفعش فهي لازم تابعا للسيفي المرضي بتاعه وتابعا لسنه وتابعا لعوامل كتير بيتم السؤال عنها وبعض الحالات نقول له هات تحليل يقول لي انا لسه ما عملتش عليه نقول له مش هديك خلطه. ما هو لذلك ربنا قال لي اساله اهل الذكر ما هو احنا اصلا عندنا في مصر بنجيد الخلط يقول لك انا حطيت مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه وشربته ما شاء الله ايه زي الفل. دي كارثه. دي كارثه طبعا. كارثه طبعا لان ممكن حضرتك ما هو شفاء لك هو داء لغيرك. يعني انا ممكن مثلا حد مثلا بدي عشبه معينه مش عايز اذكر يعني حاجه عشان ما اخوفش حد بدي عشبه معينه هي شفاء قاطع من حاله صعبه جدا بالنسبه لواحد بالنسبه لواحد تاني ممكن مثلا عنده الضغط ترفع له الضغط لدرجه يجي له جلطه او يحصل له مشكله انا جربتها مفروض والله جايبه نتائج حضرتك اتعلم حضرتك شوف السايد افكتس بتاع كل حاجه شوف كل حاجه شوف اقرا اتعلم ذاكر شوف تابع حالاتك شوف اتصل بيهم قول لهم حصل ايه حصل في ايه الاعراض الجانبيه اللي حصلت لك وذاكر وذاكر ثم ذاكر ثم ذاكر واتعلم هو ده الشاهد اللي احنا بنتكلم فيه دايما اللي هو البحث دايما عن الافضل في العلم والافضل في المنتج والافضل في كل شيء والاكمالا لسؤال حضرتك بعد كده بدانا نعمل استراتيجيه لان احنا نطمنه ادي له تامين واقول له انا لو ما جيتش اخر الموسم اخدت منك العسل ما خد التأمين ده انت ده مش اي نحال نحال والله هو من كان بالاجتهادات برضو اخي يعني لنكون صادقا معه يعني كان في البدايه من الاتجاهات ده اللي كان في ايدك الحلول كانت في ايدك ساعتها اخر السنه انا هاخد منك العسل كله وهحلله لو طبق المواصفات بكملك على تأمينك السعر بتاعك واسيب لك تأمين السنه الجايه كمان طيب انا دلوقتي عايزين نعرف بيهابي فيها منتجات ايه عندك منتجات ايه جميع انواع العسل كمثال وليس للحصر عسل برسيم عسل البردقوش عسل زهور الموالح عسل الاعشاب عسل المورينجا عسل عندنا مرحون الليبي عندنا العسل السدر الجبلي الحضرمي عسل السدر الجبلي الكشميري وحصريا لحضرتك القناة الصحة والجمال تم توفير عسل سدر جبلي من جوه مصر هو في كتير بيدعوا من عندهم عسل سدر جبلي من داخل مصر وفي فعلا عسل سدر جبلي داخل مصر ولكن تمت المتابعه لمده اكثر من سنه مع بعض النحالين في مناطق جبليه فعليه داخل مصر فيها كثافه شجريه لشجر السدر والحمد لله الموسم ده في عسل سدر مصري
اقوى من المستورد الحضرمي اليمني واقوى من الكشميري الباكستاني. ما شاء الله اقوى. وده بالتحليل طبعا، ومش مش مش كلام انا شايفه افضل، ما فيش، احنا زي ما اتفقنا الموضوع علما مش ادعاء. من خلال برنامج منوعات مصريه واحنا لاول مره بنلتقي، ولنا الشرف. الشرف لينا والله. الله يعزك. لاول مره بنلتقي على قناه الصحه والجمال. هل في عروض نزل الناس بحيث ان الناس كلها تبدا تجرب وتشوف الجوده وتشوف الفرق؟ الحمد لله في الفتره السابقه كان لاخي السيد السبق قال لي اخي يعني احنا بنبيع عسل، وانا صاحب مبدا بدل كل حاجه الفاليو القيمه بتاعتها، يعني ما احبش حتى لو انا اقدر اطرحه لك بسعر رخيص ان انا اهينه زي ما بيقولوا، لا انا اطرحه وادي له قيمته، لان هو فعليا بالمناظره مع عسل اخرى فلله الفضل يعني. وهذا خلق الله، احنا ما خلناش حاجه بدنا، احنا بنبحث بس عن انا افضل ما خلق الله في هذا المجال مش اكتر. فاخي كلمني قال لي اخي طب سيب الناس تجرب، يعني 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 اعمل خصومات كبيره لو نبيع العسل بالتكلفه ومنتجات النحل زي حبوب اللقاح والبوربلس وغذاء الملكات زي ما قلنا والشمع وسم النحل وغيره، اطرح ده في السوق وخلي الكل يدوق ويعرف الفرق. زي ما حضرتك كانت مقدمتك الجميله البالغه الروعه، لازم حد يعرف الفرق بين الجيد والغير جيد. فالشاهد فقلت له توكلنا على الله، فبدات فعلا نطرح المنتجات دي في عروض باكج، مثلا عسل برسيم مع عسل موالح مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا. ويعني ممكن نكون صدقا يعني ممكن تسمع الكلمه دي كتير، بس هو ده فعليا بسعر التكلفه فعليا. اللي هيجرب هيقول بالظبط، واللي هيجرب هيشتري تاني. ومش بس، والاراء على الصفحه طبعا لما طبعا يشرفنا. احنا دلوقتي احنا دلوقتي الدنيا كلها بتشوفنا. اه تمام. هي. هل في موزعين في المحافظات في دول عربيه؟ والله هو بالنسبه للمحافظات بدأنا الفترة اللي فاتت نطرح، ولسه بنستقبل حتى الآن الموزعين، بس احنا بنشترط شروط معينة في الموزع، لأن لازم يكون له سمعة طيبة، ولازم يكون يعني مش الفكرة مش تجارة وفلوس، هي الموضوع مش قلة فلوس ولا لا الفضل يعني، بس هي الموضوع إن يكون حد فعلا ابن البلد. أيوة، أهل مكة. أصل ممكن يتغش عن طريقه. بالظبط. يعني ممكن هو يحط منتجات من عنده أو أي شيء. تعرف يعني أصل أنا معلش أنا ببين الحاجات دي ليه؟ أيوة. حضرتك ليك وجهة نظر إن بلاش نقول عشان ما نعلمش. لا والله يعني ناس متعلمين جاهزين يعني. ربنا يستر. ربنا يا ربنا يسترنا. فما عليك إلا أنت تتحرى فعلا إنك تتحرى الاختيار. بالظبط. تختار حد بيمثلك بشكل كويس. ويكون ابن المحافظة، أهل مكة أضرب شعبها. أضرب شعبها. فلازم يكون من اهل المحافظه ذاتها، ولازم يكون من الناس بالسمعه الطيبه، ولازم يكون المحل في مكان ظاهر في او الفرع بتاعنا ده يكون في مكان ظاهر في المحافظه. وبنسال هذا الفتره الجايه، في ناس كتير بتكلمنا وبتتقدم وبنسال عنهم في محافظاتهم كاشخاص وغيره، لحد ما نوصل للاخر ان شاء الله ان يبقى كل المحافظات فيها الفروع بتاعتنا. بنبدا طبعا ان احنا نتحرك وبيبالنا في كل فرع، بس حاليا في كل محافظه ان شاء الله هيبقى لنا فرع باذن الله رب العالمين، والمحافظات الكبيره هيبقى فيها كذا فرع بمشيئه الله. ولكن احنا حاليا شغالين بنظام الشحن، ووفرنا عربيات لينا بتشحن لجميع انحاء الجمهوريه من اسكندريه للصعيد الحمد لله، ولله الفضل لاقى الكثير من الاعجاب، وده ما كنتش اتوقعه. اذا الناس تشتاق الى معرفه العروض. الناس تشتاق لمعرفه العروض ان شاء الله. اهداء لقناة الصحة والجمال وهداء لحضرتك بإذن الله. هننزل على الصفحة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة قائمة كبيرة من 7 أو 8 عروض جديدة بتكلفتها بسعر التكلفة فعليا، واللي هيراجع الأسعار بتاعتنا يعرف إنها بسعر التكلفة. ما عليك إلا زيارة الصفحة بتاعتنا، وإن شاء الله هتظهر اللينك بتاعها أو الاتصال بأرقام التليفونات اللي هتظهر معنا إن شاء الله، ويتم التوضيح ده تليفونيا، ويشوف العروض دي على الصفحه عشان يتسع يعني المقام من 7 8 عروض، بيبقى طبعا وقت كبير. وان شاء الله رب العالمين دائما كل شهر هننزل عروض جديده، وده اهداء لقناه الصحه والجمال وهداء لحضرتك شخصيا. واحنا هدفنا كلنا واحد، هو نشر الفكره الصحيحه والسليمه وفي كل المجالات. يعني انا احب اشوف كل المجالات سواء غذائيه وغير غذائيه، وكل الافكار اصحابها بيسعوا الى الافضل ويسعوا الى تحري الافضل.
ولا نزكي انفسنا على الله يعني، ولكن بنسعى قدر المستطاع ان احنا نكون الافضل في هذا المجال، ونسعى بقدر المستطاع ان احنا نبين الفكر الصح. وارجع لسؤال حضرتك لاكماله، وهو ان الناس تقول لك مثلا انا بعرف العسل الجيد من الغير جيد. اقول له ازاي يا سيدي؟ يقول لك باختبار الكبريت، باختبار نقطه عسل في كوبايه ميه، او نقطه عسل على ورقه. بيقطع، لا، او نقطه عسل على منديل ولا على ورقه. بص يا سيدي، الكلام ده صح بنسبه كام ولا غلط بنسبه كام؟ غلط بنسبه 100%، ملوش اي اساس من الصحه. وكانت المشكله ايه؟ وكان اساس الكلام ده ايه؟ زمان ما كانش في غش عسل الا بالتغذيه والرطوبه اللي عليها مش اكتر. العسل ما كانش يعيبه غير حاجه من اتنين، تغذيه ماشي، الرطوبه العاليه دي بتبقى بنتيجه تغذيه زايده مع عناصر ميه، وما تكثفش العسل في مناضج في مراحل تكنيكال بس. فطبعا كانت يعني مجرد وجود ان وما كانش في انواع كتير، كان ظهور الموالح البرسيم نادرة لو لقيت انواع تانية، وحتى لو ظهرت معنا حال انواع تانية ممكن ما يعرفوهاش ممكن. وفي طبعا اهل الذكر الاعلم مننا، احنا ما جبناش اخر العلم، بس على قدر علم انا بتكلم. فكانت الرطوبه العاليه تبان من ايه؟ مثلا لما يحط كبريت فيتبل الكبريت فتيجي تولعه ما يولعش، لما يحط منديل او ورقه ويحط نقطه عسل الورقه تتبلش، لا مش رشح، هيتبل بس، هو الرطوبه تبل الورقه بس. لما يحط القوام بتاعه يقطع ولا ما يقطعش او غيره، لا ما بقاش ديت الطريقه، ما بقتش دي الطريقه اللي تبين، لا ده ممكن يكون في اكتر من كده وهيعدي الاختبارات دي. وممكن يكون عسل طبيعي اصلي 100% وما يعديش الاختبارات دي، والاختبارات دي كلها يقول لك لا ده العسل ده كده مغشوش، كل الاختبارات ما عدهاش. لا، لون العسل بيبقى كذا، لا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان. وكانت قبلها وكل من ايه؟ من ثمره، من كل الثمرات. من كل الثمرات، شوف ده ترتيب رباني، تاكل من كل الثمرات، من كل ومع اختلاف الثمرات يختلف الالوان. تمام، ترتيب نعم. الايه الله سبحانه، حبه البركه بيبقى اسمر اعتقد، او طب والله قلت كلمه حلوه، مش كل حبه البركه اسود. يا سلام. مش كل حبه البركه لونه اسود، في حبه بركه بيبقى اصلي 100% ونسبه في التحليل بتاعه بيبقى نسبه حبوب لقاح حبه البركه بتاعته عاليه جدا وقويه جدا، وبتبدا تشوف لونه، لا لونه فاتح بس مش لدرجه عسل البرسيم، تلاقيه مثلا كان ممكن يطلع افتح من عسل البردقوش كمان اللي هو بيبقى لونه بني فاتح كمان. طب العروض، ناس اكد لنا على العروض تاني، والعروض موجوده دلوقتي على الشاشه، ممكن نبدا؟ تمام تمام، يعرض العروض على الشاشه واحنا نوضحها، مفيش مشكله. الشاشه دي اوكي. دي العروض بتاعتنا، دي عروض بيهابي لمنتجات العسل وجميع منتجات العسل. ممكن تشرح لنا بقى العرض ده؟ عرض مثلا الصحة، ده 6 كيلو عسل برسيم، معاه طبعا العبوة الواحدة 2 كيلو من الكبيرة، وثلاث عبوات عسل بالتمر. التمر من أجود الأنواع على فكرة، على أجود أنواع عسل، والعبوة دي 450 جرام، الواحدة في التمر 450 جرام، وواحد عسل بالمكسرات، وده وزنه 3 كيلو 350 جرام تقريبا. العرض ده كله ب 300 جنيه بس. ما شاء الله 300 جنيه بس، مش ثمن العسل ولا ثمن. انت منزل كم عرض دلوقتي؟ احنا من 7 أو 8 عروض. 7 أو 8 عروض. طب ممكن تعلق لنا على العروض كلها؟ تمام. ده عرض النص بالنص، ده 2 كيلو زهور موالح، و2 كيلو برسيم، و2 كيلو بردقوش، و1 كيلو خلطه رفع مناعه. وكنا في خلطه رفع المناعه ديت بنستخدمها تقريبا مع اغلب العروض، لانها اثبتت فاعليه في رفع المناعه والمساهمه في علاج كورونا. يبقى كورونا هي رفع المناعه. تمام. عسل رفع المناعه سواء للمخالط وسواء اللي عنده كورونا. ده نوع ايه قلت لي؟ عسل، ده خلطه رفع المناعه، عباره عن عسل ومنتجات نحل وعشب طبيعي. نوع العسل نفسه ايه؟ نوع العسل ذاته زعتر. ده عرض ثاني؟ لا، هو نفس العرض. نفس العرض؟ تمام. العروض ان شاء الله، يعني العروض كتير، لكن الجوده هي اللي هتثبت بالظبط ان العرض ده يستاهل، وان العرض ده فعلا السعر يستحق سعر اعلى من ده. الناس هتجرب وهتشوف، ولما جربوا المجربون وشافوا طبعا، ممكن نفتح الصفحه ونشوف الاف، ولله الفضل مش ادعاء، الاف من التعليقات. هناك عروض اخرى؟ ايوه طبعا.
ده العرض الكبير يا شيخنا صح؟ ان شاء الله بكره. تمام، العرض الكبير ده عباره عن 2 كيلو حبه بركه، 2 كيلو برسيم، 2 كيلو زور موالح، 2 كيلو برداوش، عبوتين شمع العسل العبوه نص كيلو، عبوتين عسل بالمكسرات، عبوتين عسل بالتمر، لا عسل مكسرات اللي قلنا اللي هي الواحده 3 كيلو، والعسل بالتمر الواحده 450 جرام، كل ده 400 جنيه فقط لا غير. ما شاء الله ما شاء الله، كل ده 400 جنيه فقط لا غير بتكلفته فعليا. كنت قرأت في ده عرض جديد؟ عرض الهدية؟ عرض الهدية هو فعلا هدية يعني. كتير من المحلات التجارية كلمتني عايزين عرض يكون الكميات بتاعت العسل صغيرة ويكون في شكل مميز عشان يتعرف على الرف. استخدمنا زجاجات ايزي يوز في اللابتوب اللي هي سهلة الاستخدام، كانت ثلاث عبوات 600 جرام عسل بالبرسيم، ثلاث عبوات 600 عسل برسيم، ثلاث عبوات 600 جرام عسل حبة البركة، ثلاث عبوات 600 جرام عسل برداوش، ثلاث عبوات عسل بالتمر. واحنا لو تلاحظوا مهتمين جدا بموضوع العسل بالتمر لانه ادى نتائج رهيبة مع للأطفال وللكبار السن والمرضى المناعة والمرضى نقص التغذوي زي نقص الهيموجلوبين وغيره، نقص الفيتامينز. فالحمد لله ادى نتائج محترمه جدا يعني. العرض ده سميناه عرض الهديه لان هو كل ده ب 300 جنيه فقط. ما شاء الله ما شاء الله. في عرض متكامل. العرض المتكامل هو عرض منوعين فيه العسل ومنوعين فيه كمان جميع منتجات النحل تقريبا يعني. يعني في 2 كيلو حبه بركه، 2 كيلو برسيم، 2 كيلو برداوش، مع غذاء ملكات وحبوب لقاح وصمغ نحل وجنسنج احمر كوري ومجموعه اعشاب وصمغ عربي، فكل انواع الاعشاب. وده طبعا العرض ده حضرتك ذكرتني، العرض ده احنا يعني اصدنا فيه ان انا ما بنعملش خلطه مقفوله وبحالك، لا انا بقول لك انا ببيع لك كذا من منتجات النحل، اعمل خلطتك بايديك وبسعر زهيد يعني، مش 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 هبيع لك بالاغلى يعني. فده العرض المتكامل بتاعنا، وهو متكامل انه فيه كل المنتجات. ده العرض الصغير، ده نص العرض الكبير، ده 1 كيلو زهور، 1 كيلو برسيم، 1 كيلو حبه بركه، 1 كيلو برداوش، وعبوه نص كيلو عسل بالشمع او شمع العسل، وعبوه عسل بالتمر، وعبوه عسل مكسرات. العرض ده 250 جنيه فقط، وكان كتير من عملائنا اتصلوا بينا. طبعا انا بعشق عشم العملاء وحبايبنا فينا، اعمل لنا عرض صغير شويه بمبلغ صغير شويه عشان نقدر. حاضر. مهم جدا، مهم جدا انك تعمل لكل الفئات، مش كل طبعًا. حد هيقدر يشتري العرض كامل. انا بحاول على قد ما اقدر، هو توفر عروض كبيره في الحجم وقليله في السعر على قد ما اقدر، وفيها انواع كبيره. طبعا العرض الشامل سمعنا عنه كتير. ايوه العرض الشامل. العرض الشامل هو طبعا كسرنا بيه الاسعار. العرض الشامل هو عسل باكستاني، عسل سدر جبلي باكستاني كشميري، ومحطوط عليه خلطه النشاط والحيويه، وواحد كيلو عسل حبه البركه، واحد كيلو خلطه رفع المناعه. والعرض ده سمعت عنه كتير وناس كتير اتكلمت عنه بسبب رقم واحد ان هو سعره مش بتمن بس العسل الكشميري من غير الخلطه، هو سعره 600 جنيه وشحنه مجانا كمان لاي مكان. وحاجة تانية اللي استخدموه في كذا مجال او في كذا فيلد في الاستخدام انبهروا يعني. مثلا زي ما قلنا في المجال الرياضي كانوا مبهرين، في مجال القوة الجسمانية للرجل حقق نتائج رهيبة، في مجال مثلا رفع المناعة ومقاومة الكورونا والامراض الفيروسية والبكتيرية كان عامل ضجة، في امراض المعدة والقلب عمل. فالحمد لله رب العالمين، كان مع استخدام العسل رفع المناعة، مع استخدام العسل النشاط والحيوية اللي هو معمول بالعسل الكشميري، ما كانش حد متخيل ان عرض زي ده يبقى بالسعر ده يعني. العروض العروض عرض العروض الجديد ده، عرض العروض الجديد وسميناه عرض العروض لان هو فعلا كان من اقوى العروض اللي تم تقديمها. هو عبارة عن 2 كيلو عسل برداوش ومعاه غذاء ملكات وحبوب لقاح وصمغ نحل وجنسنج احمر كوري وطلعناه كصمغ عربي، وكل ده ب 400 جنيه فقط. الحاجات اللي جنبه دي كلها عبوات انت اللي تخلطها بنفسك بعد كده. بعد كده بيوصلك
في ايس بوكس المنتجات، وطبعا مكتوب على كل حاجه استخدمها، وبتبدا انت تعمل الخلطه بتاعتك. ثم النحل ده كان النحل بيبقى عن طريق النحل نفسها، دلوقتي اتغير الوضع اكيد. اتغير كتير، ده الحصريات كترت في تحتهم. اول استخدام لسم النحل اولا من الامراض المشفى منها، تم حصر اكثر من 190 مرض. ده اللي تم حصره. كل ما بنروح مؤتمرات ان شاء الله في لقاءات قادمه، بعض اجزاء من هذه المؤتمرات هنشرف ان احنا نقدمها لحضرتك، بنكتشف حاجات لسم النحل لم نكن نتوقع ان سم النحل هيقدم ده. وده مش مجرد اجتهادات او اراء، لا دي اراء علميه من اساتذه دكاتره في الجامعه. يعني سم النحل اللي كان مباشر بان النحله بتقرص مباشره كان افضل ولا دلوقتي افضل؟ لا هو مش افضل، هو الفكره ان كان في الاول هو اخذ ثلاث مراحل. في ناس كتير تعرف اول مرحلتين اللي هو القرص النحل. اول حاجه، اول مرحله كان القرص المباشر، واللي هو بتجيب النحله وبتحطها تحت كذا وبتحفزها انها تقرص. هي بتقرص على طول ما بتستناش. احنا بس عشان بيبقى في سرعه، اللي بيستخدم قرص النحل مش هيقف ويستنى لحد ما يحصل ده وغيره ثم عايز يحصر المكان، لا هو متخصص وفاهم فعلا. عيرك الله لو حد مش متخصص يعني، ثم لازم بيحصل اختبار حساسيه. طبعا عشان في اجسام ما بتقبلش سم النحل مبدئيا في الحاله الاولى اللي هي القرص المباشر. ثم مش كل جسم بنفس عدد النحلات زي التاني. اللي ما بيقبلش القرص المباشر ممكن ياخد سم النحل العادي التاني. لا ما هو تاني مرحله بقى بدا يستخدم بطريقه تكنيكال هقول لحضرتك عليها، استخراج سم النحل. استخراجه عن طريق لوح زجاج بيتحط في الخليه، بيتم كهربته بطريقه يعني كهرباء استاتيكيه بسيطه، مش كهرباء صاعقه يعني. تستفز النحل لما يقف على لوح الزجاج ده، فبيروح قارص بيقرص زجاج، فبيسيب رذاذة صغيرة جدا من سمه من ذنبه كده. فمن وهو بيقرص ويسيب تجف تبقى عاملة زي حبيبات الملح الناعم. بيتم ازال طبعا، المفروض ان اللي بيتم ده بطريقة معملية وبطريقة معقمة وبطريقة مظبوطة. في ناس شغالة كده وفي ناس شغالة كده. تمام. التلوث طبعا هيكون قوي جدا في انا بستخدم حاجة بتخش جوه الدم، مش حتى عن طريق الفم او غيره، ثم حتى لو عن طريق الفم. طب ما ايه المشكلة ان احنا نشتغل صح ونشتغل بطريقة نظيفة زي ما بيقولوا. يبدأ بعد كده تقشط البلورات ديت، وبيتم وضعها في امبولات، وبيتم حلها بمحلول الرينجر، وبيتم ضربها بإبرة انسولين. طبعا ده بيكون اخف وقعا كتير من القصة بتاعت النحلة ذاتها. النحلة في ناس يعني كان مشاكل، كان في ناس عندها فوبيا يعني. في واحد الناموسة بتقرصه ما بالك النحلة. ثم ممكن تعمل تيست حساسيه، يعني ممكن تدي نسبه بسيطه جدا جدا جدا، وتبدا تشوف بعديها بساعه او باتنين حصل تهيج او الجسم بدا يحصل فيه مشكله. الروماتويد سمعت انه ليه سم النحل ليه دور كبير جدا معاه. من اول الامراض اللي كان اصحابها بيتجهم لسم النحل ومنتجات النحل كمان، الروماتويد وامراض الكبد وفيروسات الكبد ومرضى الاورام والسرطانات، لان دي من اول الاكتشافات لعلاجات سم النحل. يعني دي من اول الاكتشافات، ان بس دلوقتي بقت في حاجات كتير ومتخصصه جدا، يعني وصلت لدرجه ان شاء الله هنسرد الكثير من الابحاث في اللقاءات القادمه ان شاء الله لنا البقاء واللقاء، وصلت لدرجه تنظيم الاسره بسم النحل. يا سلام. بس دي تنظيم طبعا تنظيم الاسره بسم النحل. يعني في ابحاث قويه جدا ويتم طرحها، وسيتم الناس بالفضل لاهله. ناس بالفضل لاهله هنقول الاستاذ دكتور فلاني عمل البحث الفلاني، ويتم طرحه باذن الله. استاذ محمد، انا يعني في نهايه الحلقه محتاج بقى انك تجمع لي اهم ما في بيهابي، شركه بيهابي لمنتجات النحل. الناس محتاجه تتعرف عليها اكتر وتقول لهم الخلاصه بقى. احنا قلنا دلوقتي اتكلمنا بصفه عامه في كل حاجه بالظبط. معاك 3 دقائق قول فيهم الخلاصة بتاعت شركة بيهابي والعنوان والمكان والدنيا كلها. شركة بيهابي العسل ومنتجات النحل، مقرنا الرئيسي البحيرة دمنهور، أمام البوابة الرئيسية للمحافظة. الشركة بتاعتنا بنقدم عسل ومنتجات نحل، وبنبيع لنا مقرنا وبنبيع أونلاين كمان، وبيتم الشحن أونلاين لأي منتج، وعندنا عروض وعندنا خصومات. طبعا العروض هتم. مهم قوي إنك قلت المكان، ان غالب الاونلاين انتوا فين؟ لا انت مالكش دعوه، انا هبعت لك الحاجه.
يعني دي نقطه مهمه جدا. انا اصلا انك تقول العنوان عشان كده تم فتح المكان مخصوص للنقطه دي بس. يعني ما شاء الله بارك الله فيكم، تم فتح المحل والمقرات مخصوص للشركه والمخازن وغيره عشان يبقى ارض واقع اللي حابب يروح يشوف الكلام اللي سمعه او اللي بيسمع. ممكن حضرتك تسمع من حد صديقك مثلا، انا جبت عسل من حته اسمها بيهبي، عسل ده ما دقتوش من زمان او ما شفت ازاي قبل كده، طب هي فين دي؟ اونلاين يا عم، موضوع الاونلاين. طب ما تيجي نروح ونجرب، على فكره انا عندي في الفرع كمان تجرب قبل ما تشتري، عندي معلق ونيوز استخدام واحد، وعندي زجاجات شبيهه للكاتشب بتاعت الكاتشب. لا واضح انك متطور المكان. اه بفضل الله اشتقنا ان احنا نصور في المكان. لا ابشر ان شاء الله، ابشر ان شاء الله، ده شرف لي يعني دوت ان شاء الله للجمهور، هنصور في المكان عشان ننقل لكم من المكان. مش أبشر. بنقول بنبيع اونلاين ومحدش عارف المصدر ولا المكان، لا هننزل ان شاء الله، ده وعد من برنامج منوعات مصريه، ان احنا هنروح لمقر شركه بيهابي في البحيره وهنصور المكان عشان تبقى كل حاجه قدام الناس، وبعض المناحل كمان اللي احنا بناخد منها هنصور فيها ومع اصحابها، وهنصور عشان يبقى عين اليقين، تبقى شفت بعينيك كمان ان مش اي، مش بنشتغل باي تكنيك ولا بطريقه عاديه، وازاي انك ممكن تطلع عسل بدون تغذيه. وسيب دي مفاجات ال تطلع عسل بدون تغذيه، بدون تغذيه بدون تدخل خالص، حتى في الشتاء. في الشتاء يعني في الشتاء التغذيه بتبقى في الشتاء لا مفيش تغذيه في الشتاء، بس لها التكنيك في التعامل مع النحل، وان شاء الله ده جاوب في مطره لما تسمع. يعني اللي هو هتفصل شويه قبل ما يبدا يجيب الرحيق عشان يكون خلص دوت كغذاء، لان كان ليا في والله زادك الله علما رفع قدرك. هي هو ده حاجه كويسه ممكن النحل يعملها، ان هو يفصل 45 يوم قبل ما بيخش الموسم بتاعه، بس في تكنيكس دلوقتي بقت افضل واسهل طرق ان انت العسل ما تغذيهوش تقريبا نهائي خالص طول السنه، وده لما يتشاف بالعين. اصل احنا بنقول حاجه دلوقتي غريبه جدا على ما سامع ناس كتير، فلما نشوفه احنا الشتاء داخل على خير ان شاء الله، لما يتشاف في عز الشتاء واحنا بنتصرف ازاي وبنعمل ايه مع المناحل دي، وهي ليست ملكنا ولكن نشرف عليها. استاذ محمد فيصل، عزك الله، كابتن سيد ابراهيم، نورتوا المكان، نورك الله يعزك، واسعدتوا الزمان، اسعدك الله، وجعلتوا الجمهور ينتظر العروض والبشريات الجميله من شركه بيهابي. تحت امرك، بصراحه اسعدتونا واسعدتوا الجماهير بعروضكم الجميله. شركه بيهابي لها باع كبير، احنا زي ما قلنا كده ربنا سبحانه وتعالى قال اسالوا اهل الذكر، تمام، اللهم يعني اجعلنا منهم. هو كان تساؤل، ما بالونا نشرب العسل ولا نشفى؟ عشان كده استضفناكم عشان تعرفونا ازاي نشتري العسل، لان انتوا لكم باع كبير جدا وسمعه طيبه جدا، وده اللي خلانا نتكلم معاكم. سترنا الله واياكم. برنامج منوعات مصريه بيتشرف بانه يعرض كل المنتجات لكل اصحاب الشركات. برنامج منوعات مصريه هيعرض مواهب، برنامج منوع فيه فقرات كتير جدا، انتظرونا الفتره الجايه مع كل ما هو جديد من خلال شاشه الصحه والجمال على في برنامج منوعات مصريه. هنستضيف كل المتخصصين في كل التخصصات عشان الجمهور يستمتع ويفهم هو بيشتري ايه، هو بياكل ايه، ليه بيشتري العسل او ليه بيشتري اي منتج وما بيجيبش نتيجه، وليه بيشتريه وبيجيب نتيجه. كل ده بنجيبه المتخصصين عشان يعرفونا كل حاجه. في نهايه الحلقه بشكر فريق العمل الرائع، بشكر الاستاذ عبد الله الشريف الاعلام المتميز، بشكر الاستاذ ابو دقيقه، بشكر فريق العمل بقياده مخرجنا الجميل، ولا انسى ان اذكر نفسي في نهايه البرنامج. هذا انا وليد الشيخ، احييكم في امان الله.